الساعة عند بيت أخي وأنا ببقى بجيبها. ها؟ إجت السيارة. أنا رايح هلا. ما فضلت تطلع برات البيت نهائي. وينك؟ اسمك عم تعيطي؟ لك اسمك صوتك طالع برا البيت؟ سناراتي مع أولادي وين؟ وين؟ شفته بعينكم شفته؟ لك شو صار شو؟ أنا عندي كان حاسسني. شوفي. هدول العساوير لقيتهم هون بسر السعدة. يوان دعمي لك والله هذا العمي. خافي ولا كلمة يا حرامية. بس يفهمك شي. ما بدي اسمع منك شي. اسمع دقيقة بهالبيت ما بتبع. فهمت؟ صح انا يتيمة وما لي حدا. بس في الله فوق. هو رب المصالين. قومي نقلع يلا. قومي. استنى. خلي تجي تاخذ قرف تبعها. مساء النور. اهلين. خير ان شاء الله. شوفي ماما قلعت سعدة من البيت وتهمتها بسرعة الاثار. شو؟ امي ضيعت الاثار لقتها بسرعة سعدة. انا مظلومة يا مرت عمي والله هي ما صارعتي. ايوه شو المطلوب هلا؟ ترجع لعندكم يا مرت عمي الله يوفقك. الا حبيبتي ما حزرتي روحي ارجعي محل ما كنتي. قولي لان معروف اللي عم تفكري فيه انا نسيانته. وانت الا لانك قتلتي حالك حتى اخذتي سعدة وعملتي حالك ما لائكي ما شاء الله. والا مرت عمي امر جديد متنازلت لك عن سعدة على طول تتهني فيها. وين عمي؟ عمك مو هون نايم برات الضيعة. يا مرت عمي انا خوفانة اشوفها مرة تانية. الله يوفقك يا مرت عمي خليني فوت. فوتي بنتي. مش خلينا نرجع. افتحي امي. شو جابكم لهون؟ ما فوتني يا مرت عمي. ليش ما فوتتك يا بعدي؟ طبعا ما حق خافت تسرقي لي شيء. عم بقول لك فوتيها. اذا هون ضب جوا. انتي رجعي محل ما جيتي يلا. بدك ما تفوتني بطن حرام وخد انا هون على البراندة. يا روحي انقلعي روحي انقلعي. بس يا مرت عمي الله موجود زي الكلسي. والله يا يما يتيمة وان اصبحت يا يما تركونا خلانا كل يوم يا هالبشر يا يما والله عمنام بكيانة يا والبكيانة لا يا قلب لا لا لا.
السعادة حبيب السعادة أنا اشتقت لك دي ما اشتقت لك تعالي لعندي يا بنت تعالي لعندي حتى ترتاحي شوفي عادي ما في حدا هلأ كانت هون فوتي فوتي ما في حدا عم تتخيلي عم تتوهمي يا ويلي يا ويلي
نجاك يا أبو أحمد، إذا هي عندك خبرني. بوس إيدك لا تخبي علي، لا تخبي علي. يعني ما عندك؟ ماشي يا أبو أحمد، يعطيك العافية. يا خالي أنا خايفة. لا تخافي من شي حبيبتي، أنا بعرف شلون أخذ لك حقك. كيف أصدق عمي أبو رشدي إنه أنا سرقت؟ طمني، أنا بعرف شو رح ساوي وبخاطرك. مع السلامة. مساء الخير. مساء النور. أنا مين بنت الحاج غازي، ساكنة هون عندكم بالحارة. بنت الحاج غازي ما غيره؟ بالضبط. أهلا وسهلا فيك يا أختي. أم رشدي هون؟ أي هون، لحظة بنادي لك عليها. بس أنا ما بدي إياها هلا، بدي إياك أنت. بدي أحكي معك بموضوع كتير مهم. أم رشدي؟ أم رشدي؟ مع مين عم تحكي؟ مين في عالباب؟ تفضلي، من حضرتك؟ أنا ريم بنت الحاج غازي. اتفضلي شرف، اتفضلي. أنا مو طولة، أنا جاي لك كلمتين ورايحة. بنت أخوك سعدة عندي بالبيت. عندك؟ وينها؟ بدي أشوفها. الله يوفقك، خبيرها عندها. تحركي، الله يوفقك. ليش قاعدة؟ لو سمحت قعدنا نحكي. هاي قاعدة احكيلي. معروف اتهمت سعدة بسرقة أساورها، وسعدة عم تقلي إنها مظلومة. صح أنا ما شفت شي ولا بعرف شي، بس أنا متأكدة سعدة بريئة 100%. والشغلة الثانية والأهم، لما معروف طردت سعدة بعد نص الليل، وسعدة اجت لعند مرتك ومرتك ما رضيت تستقبلها. شو عم تحكي؟ شو عم تخبصي انت؟ انت مجنونة وكذابة. انا ماني مجنونة ولا كذابة، واذا ما صدقت روح اسأل بنتك. انت شو عم تحكوا؟ ردي علي، فهميني. هي كذابة، انا شو بيعرفني ان عالباب كانت سعدة؟ انا كنت مريضة وماني قدرانة اتحرك. واذا ما مصدق اسألي من اخوك معروف، هو اللي جابها لهون. كلام عم تقوله مزبوط ولا لا؟ احكي. عم قلك كذابة، هاي البنت كذابة. أبو رشدي بعت ورا بنتك لو سمحت. هديل، هديل. خالد عم أشوفي، خوفتني. بنت عمك سعدة اجت لعنا من يومين، وأمك قلعتها ولا لا؟ احكي لي سعدتي، رد علي. ايه او لا؟ قلعتها ولا لا؟ ايه بابا قلعتها. سعدة اجت لهون وماما ما بدها تدخلها، مرة تانية اجت لهون وعملت حالها ناية. سعدة مظلومة يا بابا، مسكينة. لو وصلت معي؟ لو وصلت معي؟ حسابك مو هلا، حسابك بس ارجع رح تشوفي. امشي يا اختي، خلينا امشي. سلامتك يا عمو، سلامتك. شلون هيك تروحي تخوفين عليكي؟ الله يسامحك، أنا زعلان منك. غصب عني يا عمو، غصب عني. ما عاش اللي بضايقك وأنا موجود. أنا مظلومة يا عمو، والله أنا مظلومة. أنا
مصدقك عمو، والله مصدقك. تفضل عمو رشدي، عمو بدك تضل واقف؟ أهلين عمو، أهلا وسهلا فيك. أهلين حجي، على راسي والله. أنا ما راح أنسى فضلك أبدا. يا زين ما ربيت عمي، يا زين ما ربيت. وقفتكم جنب سعدة ما راح أنساها أبدا. الله يديم المعروف عمي، أهلا وسهلا. أبو رشدي ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي أختي تفضلي. من وقت ما أجت سعدة لهون في براسي كتير أسئلة بدي أسألها، صراحة حابة أعرفها. أنا جاهز لأي سؤال بدك تسألي. أنا حابة أعرف ليش أبوك طرد أخوك من الضيعة، شو اللي وصل سعدة لهالموصول، شو اللي خلاكم ما تشوفوا بعض طول هالفترة؟ إيه لذكيني القصة، مضى عليها وقت كتير وما بحب أتذكرها، بس كرمالك رح أقول. يا ستي بابا الله يرحمه كان طماع كتير، بحب الأراضي والأرزاق والمصاري. كان عنا بنت عم هبيلة وبشعة، بكل الضيعة ما في أبشع منها. بابا كان بده يتجوزها لواحد منا، هلأ أم معروف كان متجوز، بس أنا وأخي محمود كنا على الزاوية، ولأنه أنا صغير بالعمر نفدت. أنا بفهم منك إنه أبوك كان بده يتجوز بنت عمك المهبولة لأخوه. هي ما كانت مهبولة قد ما كانت بشعة، وأخي محمود الله يرحمه كان كتير حلو. إيه وشو صار؟ بيوم من ذات الأيام بعد ورانا ثلاثتنا، لازمك شي؟ اسمعوا يا أولاد، هاي بنت رح تصير خطيبة أخوكم محمود، بس لسه ما أعطاني جواب، وأنا زمانتكم حتى نحسم الموضوع. بس يا بابا. لا بس ولا شي، مثل ما عم أحكي، بعد بكرة إن شاء الله رح نكتب الكتاب. بس أنا ما بقدر أخذه، ما بقدر. راضي يا قلب، لك الله يغضب عليك، والله والله إذا ما نفذت كلامي، لا أغضب عليك ليوم الدين، وأحرمك من مرتي، وبتضيع كل ما أصير أشوفك. شو بدي اقول الناس؟ زيد الشباب اخذ ابشع وحدين؟ شو عم تحكي ولاد؟ عم تريد بوسي؟ طول بالك يا بابا، الله يوفقك. انا اللي عندي قلته. مظبوط يا ليلى، شو رح تتركنا لحالنا؟ شوف عمي. ماشي عمي، تركينا لحالنا شوي. حاضر عمو، امرك. بابا بزيدك، ما لقيت ابشع من بنت عمي لتجوزها لاخي محمود؟ شوف اخي ما احلو وشوف هي ما ابشع، اي والله حرام. بابا جاوبني هاي، ما باخذ بنت عمي اذا بتخرب الدنيا كلها. انا اقول انه لا من بيتي على هالبيت، مالك رضا حتى تنفذ الكلام اللي قلت لك عليه، هتسمع فوق عليك. الله ينعلك حيوان. خير عمو، حدا زعلك شي؟ خليه لا يقوس مثل القرص اللي نافي. ايوه هلا فهمت كل القصه. مسكين يا ابو سعد الله يرحمه، ما وعد بغير راسها المسكينه يا حرام. بعين الله، الله ما ينسى حدا. وهلا بتسمحوا لي؟ صار لازم نمشي. نتشرف باي وقت عمي، نتشرف باي وقت. الله حبيب.